السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. محاضرة اليوم بعنوان Orthodontic Classification of Malocclusion. العنوان هذا مر علينا مسبقاً بمحاضرات المرحلة الرابعة، يعني إحنا بمحاضرة الانترودكشن اللي هي المحاضرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، يعني مقدمة محاضرات المرحلة الرابعة، خضنا الأنجل كلاسيفيكيشن. إذا تذكرون بالبداية خضنا تعريف المال اوكلوجن، قلنا هو any deviation from the norm، اي انحراف عن النورمال اوكلوجن يعتبر هو مال اوكلوجن، واول من صنف المال اوكلوجن هو انجل. هاي المحاضره طلاب هي تكمله للانجل كلاسيفيكيشن، لكن مو الانجل كلاسيفيكيشن البسيط المبسط اللي كان بالبداية اللي كان يمثل الدرجة الأولى بالكلاسيفيكيشن اوف مالوكلوجن. لا، اليوم راح ناخذ الادفانس اورثودونتيك كلاسيفيكيشن اوف مالوكلوجن خلال هاي المحاضرة. والغرض من هاي المحاضرة انه انت بعد ما تقرأ هاي المحاضرة، بعد ما تفهم هاي المحاضرة، راح تكون قادر على تصنيف ومعرفة اي نوع مالوكلوجن يمر عليك خلال حياتك، او اي نوع مال اوكلوجن موجود بالبشرية. المحاضرة هاي مهمة، راح نحاول نسترجع اللي خضناه كون احنا انقطعنا عن المحاضرات لفترة، راح نحاول نتذكر بعض الامور وبعد هي نبدأ بهاي المحاضرة. اول شغلة نتذكرها والمفروض انتو قبلي تعرفوها والسبقوني بيها هو تعريف الأورثودونتكس. أورثودونتكس كتعريف، أول تعريف خضناه بالمرحلة الرابعة، أول شيء تعرفتوا عليه بمادة التقويم هو كان تعريف تقويم الأسنان. أورثودونتكس is a branch of dentistry concerned with facial growth. أول شغلة اهتم بيها الفرع تقويم الأسنان هو الفيشل جروث، وإحنا درسنا الجروث of the face كاملاً مكملاً، يعني هذا الجزء من التعريف إحنا كملنا. development of dentition and occlusion، وأيضاً إحنا درسنا خلال محاضرات موسعة development of dentition، الإيربشن، وأيضاً شلون الأوكلوجين ينطور. diagnosis interception and treatment of any occlusal anomaly. الاوكلوزال انومالي عفوا هي المال اوكلوجن، وايضا احنا درسنا وصنفنا المال اوكلوجن. شنو ضمن التعريف اللي احنا ما درسناه لحد هاي اللحظه؟ هو الدايجنوسيس انترسبشن اند تريتمنت. هذا الجزء ما درسناه بالمرحله السابقه. هاي السنه المرحلة الخامسة تتمحور كلها حول ذني الثلاث عبارات، تتمحور حول انه شلون راح نقدر نسوي دايجنوسيس للمال اوكلوجن، شلون ممكن نسوي انترسبشن للبروبلم، شلون نقدر نمنع المشكلة قبل حدوثها، واذا صارت المشكلة لازم نعرف التريتمنت الملائم لها. هاي الصور هي تذكرة للمحاضرات اللي سابقة اللي خضناها واللي كانت تركز على الأجزاء الموجودة بتعريف تقويم الأسنان. منو هذا؟ يا بطل يقول لنا منو هذا؟ هذا هو إدوارد أنجل، father of the modern orthodontics، هو الأب اللي وجد فرع تقويم الأسنان، وأول من صنف المال أوكلوجن، سوء الإطباق، أول من صنفه هو إدوارد أتش أنجل. شلون صنف المال اوكلوجن؟ اعتمادا على ذني الصورتين الشهيرات، اول نقطة لقاها هي علاقة، طبعا اكو سؤال بعد ذني فركزوا، انجل اول شغلة لقاها قال اكو نورمال اوكلوجن، اكو كلاس 1، اكو كلاس 2، واكو كلاس 3 مال اوكلوجن، وانجل اعتمد بالنقطة الاساسية واللي هي تخليها رقم واحد على المولر كلاسيفيكي، المولر ريليشن شيب، علاقه الابر فيرست مولر وذ لوور فيرست مولر، ومن خلالها لقى كلاس 1 وكلاس 2
والكلاس 3 والنورمال. النقطة الثانية اللي أنقل لك ركز عليها هو اللاين أوف أوكلوجن، يعني شغلتين ركز عليهن المولر ريليشن شيب. للتذكير النورمال هو الميزوبكال كسب أوف ذا أبر مولر أوكلود إن ذا بكال جروف أوف ذا لور فيرست مولر. اللاين أوف أوكلوجن هو في الإيماجينري لاين، لازم هذا اللاين يكون سموث والكيرف مالته عدل ويمر. وين يمر؟ ركز، يمر بالأبر آرش، يمر بالسنترال فوسل مات البوستيرير تيف والسنجولم مات الانتيرير تيف، بينما باللور آرش راح يمر بالبكال كسب والإنسايزر ايج اوف ذا لور تيف. شنو معنى هذا؟ ليش الآرش نفس القوس يمر بالسنترال فوسا مات الأبر بينما يمر بالبكال كسب مات اللور؟ معناها انه الماكزيلا يكون هو اكبر من الماندبل، وذكرناها الماكزيلا هو المهيمن على الماندبل. سؤال لكم هنا، انقل لما نقسم كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 عليه من اعتمد؟ على يا اتجاه اعتمد؟ هل انه قاس علاقة الماكزيلا وعلاقة الماندبل بالفيرتيكال؟ هل قاس علاقة الماكزيلا مع الماندبل ترانسفيرز؟ أو قاس علاقة الماكزيلا مع الماندبل بالساجيتال انتيريو بوستيريور؟ هو قاس بلين واحد. أنا أجاوب على السؤال، أنقل قاس فقط انتيريو بوستيريور ساجيتال، ولهذا انقل ما نقول له انت الكلاسيفيكيشن مالتك غلط، نقول له انت اول خطوه وممكن الكلاسيفيكيشن مالتك نطوره الى ان نوصل الى فد كلاسيفيكيشن ممكن انه يصنف كل انواع المال اوكلوجن، وهذا اللي راح نشوفه بنهايه المحاضره. نهايه المحاضره اكو صوره واحده مثل السكان، شلون جهاز الاستنساخ يدخل المراجع من جهه عندما الاوكلوجن ما نعرفه شنو يطلع من الجهة الثانية، احنا مفصلين نوعية المال اوكلوجن مالته 100% صحيح. الشغلة الثانية اللي لازم نتذكرها طلاب هو الجروث اند ديفلوبمنت. محاضرات نوعا ما المادة مالتها صعبة، نوعا ما المادة مالتها جافة، لكن الحمد لله قدرنا نفهمها وقدرنا نهضم. نرجع نتذكر شغلة بسيطة عن الجروث اند ديفلوبمنت، الهيد الهيد بي بس بونز، لو اكو بي شغلات ثانيه الهيد لازم نقسمه الى قسمين، بي سوفت تشو وبي بونز. العظام لها فد جروث بطريقه معينه، بينما السوفت تشو كان لها فد طريقه مختلفه تماما عن نمو العظام. ممكن انه نمو البون يأثر أو نمو العظام البونز ممكن يأثر على السوفت تشو، وأيضا ممكن السوفت تشو تأثر على نمو العظام. الهيد مكون إذا طلاب تذكرون من كرانيال فولت، كرانيال بيز، نيزو ماكسيلاري كومبلكس أند ماندبل، ذن الأربع أجزاء اللي عرفنا إنه النمو مالتهن هو داون وورد فورورد، وشلون النمو يصير ذاك موجود ومذكور بالمحاضرة. للتذكير بنقطة جدا مهمة، انه الهيد كله الجزء الوحيد المتحرك بالهيد هو الماندبل، والماندبل مثبت بالكوندايل، يعني الحركة مالته اما تكون داونورد باكورد او ابورد فورورد، هاي حركة الماندبل. بمعنى مكان الماكزيلا اذا تغير لاي سبب من الاسباب ممكن يأثر على موقع الماندبل، كون الماندبل هو الجزء الوحيد المتحرك، ممكن الماندبل شوية ينزل، شخص يصير عنده وجه طولاني، مثلا الحنج مالته راجع، ممكن يصعد الماكزيلا النمو مالته شوية قليل، الماندبل راح يفتر إلى الأمام، وهاي إجتي بالامتحان الوزاري للكلوكوايز والأنتي كلوكوايز روتيشن أوف ذا ماندبل. فيتقدم يشوف المراجع هذا المكان عنده صغيروني وعنده هيك حنج شويه هيك طاوله، هذا مهم احنا نخليه ببالنا. How does a general dentist see people؟
شلون طبيب الأسنان يباوع الناس. انتو بعد ما دخلتوا الى مجال طب الأسنان بالبداية لما يمر عليكم شخص بهاي الطريقة ممكن انتو تنتبهون على الشعر، تنتبهون على العيون، ممكن تنتبهون على الخشم وهكذا. ولكن بعد ما وصلتوا للمرحلة الخامسة اعتقد انه انت اي شخص تحكي وياه هيك راح يشوفه بهاي الطريقة. ما تقدر تنكر هذا الشيء. انا واحد من الاشخاص عندي هاي الفوبيا، انه لما اسولف ويا الشخص تركيزي واهتمامي يكون على اسنان، بمعنى طبيب الاسنان الجنرال دينتست يشوف المريض بهاي الطريقه. ابو التقويم شلون يشوف المريض؟ هل ابو التقويم نفس الطبيب الاسنان الجنرال دينتست فقط يركز على الاسنان او لا؟ احنا فرع تقويم الاسنان نريد شوي نبعد الرؤيه مالتك، يعني ما راح نبعدها هواي، راح نخليك تباوع على الوجه، بس ما تباوع تركز على الاسنان. ممكن ابو الاوبراتيف ابو السيرجري اهل الصناعه بالمحاضرات بتركيزهم على الماده لا اراديا انت بديت تباوع وتنظر على الاسنان، مثلا تباوع الميد لاين اوكلوجن وهكذا وهكذا. احنا اهل التقويم شوية نريد نبعد الكاميرا، شوية نريد نرجع الكاميرا ونخليك تباوع على أمور بالوجه ممكن تكون مهمة، ممكن تخدمك بشلون تسوي دايجنوز الصحيح للمالوكولوجي. How does orthodontist see people؟ الطبيب مات التقويم يباوع للمريض بتلف، يعني ثلاث زومات. أولاً يباوع الوجه كامل، هذا احنا نصيح له الماكرو استاتيك، ام اي ماكرو استاتيك، اللي من خلاله راح طبعا ناخذها هاي المحاضره كامله اسمها كلينيكال اكزامينيشن، محاضره جدا رائعه، محاضره كلش حلوه والمعلومات اللي بيها ان شاء الله مفيده، نحاول نغطيها بالتدريب الصيفي على مود انتم ان شاء الله لما تبدون بالدوام تكونوا مسيطرين على موضوع الدايجنوسيس والكلينيكال اكزامينيشن. الطبيب التقويم شوية عنده نظرة تختلف عن الطبيب الأسنان الاعتيادي. هاي أول رؤية أباوع على المريض، أول ما يدخل علي المريض من الباب أنا أبدي أباوع عليه من على وجهه، مو معجب أنيمي لا، وإنما أبدي أحلل دماغي من كثر ما هذا الموضوع الكلينيكال اكزامينيشن والدايجنوسيس يبدي لا اراديا يحلل الوجه مالت المراجع. مثلا من الامور اللي بعدين ناخذ ان شاء الله مريض نسبق نسبق الاحداث وناخذ معلومات زياده، اباوع مثلا الميد لاين، اباوع هل الفيس بروبورشنيت او ديسبروبورشنيت، يعني اقسام الوجه تكون متساويه او لا، واكو بعد اقسام طوليه، هل الوجه سيمتريك، هل الماندبل لايف الى واحده من الجهات، هاي تكون عليها ماكرو استاتيك. عندي بعد في شيء اسمه ميني استاتيك، ميني شلون سياره ميني كوبر، ميني استاتيك، واللي هي من خلالها بعد ما ركزت على الوجه مالته كله ابدي الدور اباوع على علاقه السوفت تشو المحيطه بالاسنان بالاسنان نفسها. ابر ليب وضعيتها مع الابر ارش، اللور ليب، بعد اكو شغله السمايل لاين، هذا طبعا يخدمكم كلش اذا تروحون كوزمتيك وتسوون فينير مع فينير وهاي الامور. على مود السمايل لاين، رسمه السمايل لاين، اكو شيء اسمه سمايل ارك، البكل كوريدور، شغلات كلش مهمه ان شاء الله ناخذها. هاي هم اقدر اني الدور اباوع له بهاي، هاي اسمها ميني استاتيك. والاخيره هي المايكرو استاتيك اللي هي علاقه الاسنان الابر ارش واللور ارش، بمعنى انه انت لما كنت جنرال دينتست كنت تباوع للمراجع من عدسه وحده، ان شاء الله بعد هاي المحاضرات راح نحولك الى ايفون عنده ثلاث عدسات بحيث تقدر تباوع للمراجع بثلاث زومات وتبدي تحلل الوضع مالت المراجع والشكل مالت المراجع، الغرض من عنده توصل الى افضل دايجنوسيس. وطبعا تشخيص الحاله يعتبر فشي جدا مهم لايجاد العلاج التريتمنت بلان المناسب لكل مريض. دور ندخل بالمحاضره مالتنا. ها
هم هذا الجزء بالمحاضرة إحنا ماخذين. There are two main goals of orthodontic therapy. إذا أسألك سؤال وأنت استوك مكمل وفرش وقارن المادة وامتحن بها وزاري ومجاوب أو ما مجاوب، فشنو هي الـ goals of orthodontic therapy؟ ليش إحنا نعالج مريض التقويم؟ أو ليش مريض التقويم يجي؟ إذا قلنا ليش مريض التقويم يجينا، فأغلب مراجعين التقويم seeking for aesthetic، أغلبهم يجون على مود جمالي، يعني يريد يعدل أسنانه على مود يظهر شكل أحلى. هل الأستاتيك هي مهمة أو هل الفونكشن هي مهمة؟ أنت برأيك شو تشوف؟ الأستاتيك مهمة أهم، الأهم منه هي الأستاتيك أو الفونكشن؟ اختصارا للموضوع على مود ما ناخذ وقت هواي بالماده، الاستيتيك هو الاهم شيء، هو الموست امبورتنت جول فور ذا بيشنت اند بيرنت از اور هير بيرنت. المريض يريد استيتيك، لكن انا كتقويم كطبيب تقويم شنو المهم عندي؟ هي الفانكشن. هل كل الفانكشن الاورال فانكشن اني لازم اوفرها لو اكو جزء معين بالاورال فانكشن؟ هسه ما نريد نطلع على الموضوع، لكن اكو عندي محاضره لطيفه جدا اسمها الاورال فانكشنز، وظائف الفم، وايضا يمكن اجى سؤال بالوزاري من هذا الجزء من الماده. شنو هي الاورال فانكشنز؟ هن اربعه: ريسبيريشن للتنفس، وما عاد اقول لك ليش التنفس يعتبر بالماوث وقتها نحكيها، ماستيكيشن المضغ، سوالوينج اند سبيتش. بني هن اربعه الاربع وظائف للفم. هنا هو يقول second goal which is achieving sound masticatory function، يعني أهم شيء يقدر المريض ياكل براحته إذا راح على الماستيكيشن، كون يمكن السوالوينج والسبيتش ما يتأثرن بالمال أوكلوجن، لكن اللي يتأثر بالمال أوكلوجن أو اللي يتأثر بتصحيح المال أوكلوجن، إجاني مراجع عنده مال أوكلوجن ويريد أستاتيك، اشتغلت له أنا حصلت له الشكل الحلو اللي هو يريده، لكن خربت الأوكلوجن، والأوكلوجن راح يأثر على الماستيكيشن، والماستيكيشن معناه المريض ما يقدر ياكل، وبعد إذا المريض ما يقدر ياكل كارثة، هاي صارت مصيبة، فلازم لأنه على أثرها تترتب هواي أمور، ممكن تي إم جي بروبلم، ممكن هو المريض يقول لك أنا عضلة فما أقدر آكله، خربت سنوني أنت، وهكذا. من هو اللي يقدر يغير الاوكلوجن؟ يا سبيشالست يا اخصائي عنده قابليه انه يغير الاوكلوجن، احنا فقط اهل التقويم، اهل التقويم هم الوحيدين اللي يقدرون يتلاعبون بالاوكلوجن، اما يخلوه بتر او يخلوه ورسر. اثناء العلاج اني مالتي، اثناء ما اعالج المرضى مالتي، اني احاول احقق اهداف المراجع، كون تشيف كومبلين مثل ما تعلمنا بالتقويم وباقي الفروع، chief complaint of the patient يعتبر هذا الأهم نقطة. يريد أستاتيك، أنا أحقق له اللي يريده قدر استطاعتي، قدر الأمور العلمية اللي أقدر أشتغلها. خلال هذا الشيء أنا ضمن عملي لازم أراقب الماستيكيشن، الماستيكاتوري فانكشن، هل أنا راح أخرب الأوكلوجن؟ لو لا والله أنا راح أحافظ على الأوكلوجن، ومن الممكن أسوي له أوكلوجن أفضل من اللي كان عندي. Development of classification system. Development of a classification system. إحنا متعلمين على الأنجل classification. أنجل رجال أخصائي صناعة أسنان كان مهووس بالأوكلوجن. هذا الهوس مالته قاد إلى أنه يجد فرع جديد سموه تقويم الأسنان. أنجل كان كلش محب للبونز العظام مثل ما أخذنا بالمحاضرة الأولى بالإنترودكشن، والمعارك الطاحنة اللي كانت بين الجماعة القديمة اللي يقولون أنجل والبونز والبونز خلوا البون خلوا العظام بالمكان الصحيح والسوفت شو عفوها، والجماعة الجديدة اللي يقولون لا أهم شيء السوفت شو لازم اللب اللبس الأبر واللور لبس التونج تشيك والبروفايل والسمايل يكون الحلوات والاسنان شلون ما تصير خل تصير وبلشوا وتعاركوا بيناتهم. احنا ان الصافي ان الزبده احنا من الموضوع، خلينا نتدرج بموضوع الديفلوبمنت اوف اوكلوجن.
occlusion كونه شوية بصعوبة، شوية يراد لواحد يعني منتبه. بالبداية قلنا أنجل هذا معاد اعتمد على المولر كلاسيفيكيشن وطان كلاس 1 كلاس 2 and كلاس 3. المربط الفرس المهم هنا انه أنجل المقرود فقط سوى anterior posterior relationship between الماكسيلا والمانتل، ما كان بباله اكو vertical، ما كان بباله اكو transverse. ولما اقصد vertical يعني الاوبن بايت، هل الاوبن بايت كلاس 1 و 2 و 3؟ ما ممكن اصنف حسب هذا التصنيف. الاوبن بايت وفد بروبلم صايرة vertical. الكروس بايت posterior شو يعتبر؟ يعتبر كلاس 1 كلاس 2 لو كلاس 3. خوش قلت كلاس 1، انا عرفت بجماعة انجل ايام زمان كلاس 1 كراودنج سبيس ما عندهم غير ذلك الكروس بايت شو. وهكذا عندنا بعد امور اضافيه فد مشاكل مال اوكلوجن جديده، لاني شلون اصنفها؟ ما اصنفها اذا ما صنفتها شلون اعالجها؟ اذا انا ما اعرف السبب شلون القى العلاج؟ فلازم نبدا نطور موضوع الانجل كلاسيفيكيشن، نتمسك بانجل احنا كون هو ابونا الفاذر اوف ذا مودرن اورثودوكس، مجلبين بالدشداشه مالته، لكن نريد نطور التصنيف مالته الى فد تصنيف يكون يرتقي الى كل انواع المال اوكلوجن. هسه طلاب نقرا هذا المقطع كونه مهم. Almost immediately it was recognized that angle classification was not complete because it did not include important characteristic of the patient problem. The deficiencies in the original angle system led to a series of informal addition at an early stage. A series of subdivision of class 1 was proposed by Martin Doohan. هذا اللي سولفنا قبل شوية، ذكرنا احنا سابقا بانه angle classification القديم كان بهواية امور ما مذكورة. اكو علماء بدوا يضيفون على يعني الانجل كلاسيفيكيشن الاوريجينال انجل كلاسيفيكيشن على مود يطوروا. شنو الامور اللي ممكن يضيفوها؟ بالبدايه خلينا نتذكر احنا شنو الامور اللي هي كانت اصلا موجوده. الموجوده بكل بساطه انه انجل قارن الماكزيلا ويا الماندبل، الماكزيلا تيث ويا المانديبولار تيث. على ياس نعتمد اعتمد على المولر، علاقة الأبر فيرست مولر واللور فيرست مولر أنتيريو بوستيريو زائدا اللاين أوف أوكلوجن اللي هو إيماجينري لاين. فرض أنه يكون سموث بحيث الأسنان كلها تترتب بهذا القوس والماكس اللي يكون هو أكبر من الماندبل. شنو الشغلات اللي طورت الأنجل كلاسيفيكيشن؟ هاي الستيب الثانية، هاي الدرجة الثانية، للتوضيح هاي مو الدرجة الأخيرة، هاي الدرجة الثانية اكو درجة أخيرة كلش كبيرة هي اللي راح تكون مهمة، هي اللي راح تخلي الأنجل كلاسيفيكيشن الحديث هو أفضل أنواع الكلاسيفيكيشنات اللي موجودة واللي تصنف المعلومات. Gradually angle classification number were extended to refer to a four distinct but related characteristics. شنو هي الشغلات اللي اعتمدنا عليهن؟ بال النوع الثاني بالتطور اللي صار بالانجل كلاسيفيكيشن، اول كلاسيفيكيشن اوف مالوكلوجن صنفنا المالوكلوجن ممكن يكون سكيليتال دنتال سوفت تيشو كلاسيفيكيشن اوف مالوكلوجن. المولر ريليشن شيب بعده موجود، بعد هي اثار انجل ابن ابو انجل موجوده لحد هذا التطور، بعده مأثر لحد الان المولر ريليشن شيب بعد معتمد. شنو الشغلات؟ سكيليتال جو ريليشن شيب، انجل كانت العلاقه بس الابر مولر ويا اللور مولر، لا ذولا قالوا ترى الماكزيلا خلوا ببالكم الماكزيلا مكون من طبقتين بيزل بون والفيولر بون. البيزل بون ما له علاقه بالاسنان، الالفيولر بون هو اللي يتغير مكانه بتغير الاسنان، وكذلك الماندبل مكون من طبقتين بيزل بون والفيولر بروسس، تتحرك الالفيولر بروسس بحركه الاسنان. Pattern of growth نمط النمو شنو هاي؟ ماخذيها بالمرحلة الرابعة؟ اي ماخذيها ومسولفيها وشارحيها.
هواية انه يختلف من شخص الى شخص. تباوي اكو اشخاص وجهه قريب يكون للمربع، نقول عليه هوريزونتال جروث، الوجه مالته مكبوس هوريزونتال جروث. اكو اشخاص وجوههم طولاني نقول عليهم الفيرتيكال جروث، ذولا ايضا لازم اضيفهم للمال اوكلوجن، لانه انقل ذولا اصلا ما مسجلهم ولا كاتبهم. فذني الاربعه امور رجاء خلوها ببالكم، لانه ذني مهمات. واجب بيتي، عندكم واجب بيتي، هاي الصوره تمثل لكم الواجب بيتي، مطلوب من عندكم بعد ما نطلع لكم ذني الاجزاء. اقول لك الواجب البيتي يقول بمختصر مفيد، عندك ذني الاجزاء البيزل بون اوف ذا ماكسيلا، الاليفيولر بروسيس، الاليفيولر بروسيس اند بيزل بون، يعني بون تيث تيث بون، ذني الاجزاء. والكرانيال بيز، الانتيريور كرانيال بيز اذا تتذكروها اللي هي جدا مهمه، اللي كانت النمو مالتها يعتبر سنتر اوف جروث، اللي بيها في شيء اسمه السينكوندروسس بين العظام، اللي النمو كان بيها اندوكوندرال اوسيفيكيشن، هي هاي الانتيريور كرانيال بيز مع السوفت تشو المحيطه بالبون والاسنان. اعطيني 20 نوع من المال اوكلوجن، خلي اغششكم شويه. مثلا هسه انا اريد اسوي كلاس 2 سكيليتال، كلاس 2 ماكسيلاري بروتروجن، يا قطعه من ذني اقدمها، اقدم فقط هاي القطعه، صار عندي سكيليتال عظم لانه حركت البيزل بون فقط. كلاس 2، الكلاس 2 تقدم الماكسيلاري على الماندو، سكيليتال كلاس 2 ماكسيلاري بروتروجن. ليش؟ اكو سكيليتال كلاس 2 مانديبيلر بروتروجن، اكو سكيل، اكو دنتال كلاس 2 ماكسيلاري بروتروجن، واكو دنتال كلاس 2 مانديبيلر بروتروجن، اكو بعد اكو سكيليتال كلاس 2 ماكسيلاري بروتروجن مانديبيلر بروتروجن. وهذا بس قاعد انا اسوي مشاكل انتيريو بوستيريو، بعد عندي الفيرتيكال وعندي الترانسفيرز والحبل على الجرار، واريد من عندكم 20 مال اوكلوجن وانتم ابطال ان شاء الله قد. سؤالي هنا بعد ما تطلعون طبعا ال 20 مال اوكلوجن، سؤال هنا، هل من الممكن نحصل او نسوي سكيليتال كلاس 2 وتبقى الاسنان كلاس 1، يعني المولر ريليشن شيب تبقى كلاس 1 وانا عندي سكيليتال كلاس 2؟ عادي يصير هذا الشيء، هذا الجزء احركه للامام اسوي لك سكيليتال كلاس 2 دنتال كلاس 1، او ممكن اسوي لك سكيليتال كلاس 3 دنتال كلاس 1. وهذا الجزء موجود بهاي الصوره الجدا شهيره واللي موجوده بهواية كتب. هاي الصوره اذا تركز عليها كلش تنتبه عليها. هنا أنا راح شو يقول لك؟ يقول لك الجروث باترن، انواع النمو عندك، هذا نورمال اللي هو داون وورد فور وورد جروث، الوجه كله ينزل بهذا الاتجاه داون وورد فور وورد، والماكس اللي متناسق مع الماندو. تلاحظ هاي الصوره، انا راح اقول لك انه هذا داون وورد جروث، يعني وجهه طولاني. انتبه للانسايزرات صار بيه، انتبه للماندبل صار بيه الماندبل، شو اختلف شكله عن هذا؟ الهوريزونتال جروث يعني المانتبل رايح لقدام فورورد اكثر من المطلوب. شو صار عندي كلاس 3 دنتال؟ شو صار عندي المانتبل طالع للامام؟ ليش؟ السبب ملاحظه لازم تخليها ببالك، بانه المانتبل هو الجزء المتحرك الوحيد بالهيد واللي مربوط بالكوندر، واللي الحركه مالته اما تكون داون وورد باك وورد، يعني اذا الوجه نمط طولاني اكثر من المطلوب الماندبل هم ينزل لكن راح يرجع. فتلاحظ المريض جماعه الفيرتيكال جروث ما عندهم تشن، التشن مالتهم ماكو، البروفايل مالتهم يكون كلش كونفكس، كونفكس يعني مقوس. بينما جماعة الهوريزونتال جروث اللي وجههم مطبوق، اللي وجههم مربع، شوف عنده تشن، وهنا خسفة تصير عنده. ليش؟
لانه المانديبل ما دام طلع فورورد لازم يصعد شنو؟ ابورد. او ما دام صعد ابورد لازم شي يروح؟ يروح فورورد. هناك ملاحظه لطيفه مذكوره وانا ذكرتها بانه ممكن نلقى سكيليتال شكل ودنتال شكل، ممكن نلقى مشكله دنتال كلاس 2 سكيليتال كلاس 1، ممكن نلقى سكيليتال كلاس 2 دنتال كلاس 1 وهكذا، وما لا نهايه من انواع المانديبول. قلت لك انت عندك ذن كيف اكتب لها؟ الدور 14 اللي انا اسوي؟ هسه احنا مش انتيرو بوستيرو كملنا كل المشاكل؟ اجي البيزر بون هذا مالت المانس اللي ما انزله كله قطعه عدل هيك داونورد فورورد، اخلي الجزء البوستيريور مالته ينزل اكثر من الانتيريور. صار عندي هذا نزل اكثر، هذا المانس لو المانديبول المفروض هيك يتحرك، هذا نزل اكثر دق بالماندبل، الماندبل لما دق بيه فتح الماندبل بهاي الطريقه، لانه الماندبل حساس بس الطخن كله داون وورد يروح باك وورد. راسا شنو؟ داون وورد باك وورد صار عندي انتيريور اوبن بايت. بالعكس هذا الجزء لو نزل، شوف قاعد تلاعب بس بيرتيكال. هذا الجزء لو نزل شوي من اكثر من هذا الجزء راح يصير شو يصير عندي؟ يصير عندي ديب بايت، يصير عندي قوي سمايل، ممكن يصير عندي ديب بايت، ممكن يصير عندي هذا لما ينزل من الامام هذا راح ينزل ويرجع فيصير عندي قوي سمايل وهكذا. ايضا من المشاكل كلش تكون هواي وكل احتماليتها كلش هواي، هذا فيرتيكال طب الترانسفيرس وهكذا. طلابنا الاعزاء، هذا الرسم يمثل لنا الادفانس كلاسيفيكيشن اوف مال اوكلوجن. هاي الصوره او هذا الجدول اذا حفظناه وفهمناه راح يدخل المراجع من هاي الجهه عند مال اوكلوجن معين، يطلع من الجهه الثانيه احنا قادرين على معرفه نوع المال اوكلوجن اللي عنده بشكل دقيق وبشكل صحيح. قبل ما ناخذ هذا الشيء لازم نتذكر فد نقطتين ثلاثه على مود نبدا نفسر هذا الشكل. اول شيء احنا بدينا بانجل كلاسيفيكيشن على مستوى واحد خدناه هو الانتيريو بوستيريور، واللي من خلاله قيمنا علاقه الماكسيلا، يعني علاقه الابر مولر واللور مولر انتيريو بوستيريور، او احنا نصحنا الساجيتال بالساجيتال بلين، وحصلنا على كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 وحصلنا على نورمال طبعا بمساعده اللاين اوف اوكلوجن، يعني مولر ريليشن شيب زائد اللاين اوف اوكلوجن. هذا الموضوع بعدها تطور الى انه صار عندي ترانسفيرز فيرتيكال اند انتيريو بوستيريور. يعني هنا هسه قمت احاول اقيم المشكلة المال اوكلوجن اللي يجيني، احاول اقيم المال اوكلوجن بثلاث مستويات. ترانسفيرس اعرف اذا كان عنده مشكله كروس بايت، فيرتيكال اذا كان عنده ديب بايت او اوبن بايت، او كان وجهه طولاني يعني فيرتيكال جروث، او كان وجهه مكبوس يعني هوريزونتال جروث. والساجيتال وهو اللي عرفنا من خلال الكلاس 1 والكلاس 2 والكلاس 3، طبعا اقصد بالساجيتال هو الانتيريو بوستيريور ريليشن شيب ما بين الماكسيلا والماكسيلا. سؤالي لكم طلاب، ذني الثلاث بلانات اللي من صمموهن العلماء، هل صمموهن على مود اقدر من خلالهن اشوف المشاكل اللي بالفيس، مثلا الفيس اذا كان اسيمتري او كانت قياسات الوجه غير متساوية، أو أكو مثلا ديفيشن بالماندبل لجهة من الجهات، أو ذني البلانات ممكن يناقشن علاقة الأبر واللور لب مع الأسنان؟ لو لا ذني إلهن علاقة فقط بالأسنان. صراحة لحد هذا المستوى، لحد هاي المرحلة، الترانسفيرس والساجيتال والفيرتيكال بلان هي علاقة الماكسيلا مع الماندبل فقط. إذا اكو ديب بايت، اكو اوبن بايت، اكو كلاس 1، اكو كلاس 2، اكو كلاس 3، واكو كروس بايت، ذني الأمور أقدر أكتشفها. معناها أني أحتاج
نظام كلاسيفيكيشن ما يضيع لي المعلومات اللي موجودة بالفيس أو حتى مظهر البروفايل. أنا يعني لما أقصد هاي الصورة أقصد هاي الصورة من كل الأبعاد، يعني تقدر تباوع للمريض من الأمام وأيضا تقدر تباوع للمريض من الجانب. الجانب لما تباوع للبروفايل، البروفايل مهم يعطيك معلومات كلش هواية. وأيضا علاقة الأسنان مع الأبر واللور لبس والسوفت شو المحيطة، ما أريد أضيع هاي المعلومات اللي موجودة بيها. شلون ما أضيع هاي المعلومات؟ أستخدم هذا الكلاسيفيكيشن الجديد، هو مو جديد جديد لكن هو بمعلومات هواية ممكن تفيدني. تدري أنت كل ما تجمع معلومات كل ما يكون خطة العلاج مالتك محكمة وتقدر توصل للمشكلة وتحلها. المربع، شوفوا هذا الشكل بكل بساطة بمربع، هذا المربع يدل على شيء وبدائرة واكو ثلاث دوائر بداخل هاي الدائرة. وإذا تلاحظون تسلسل 1 2 3 4 5، نبدي أول شيء بالمربع وكأنه الدائرة ما موجودة. المربع يقول dento facial appearance، إذا من خلال المربع أني راح أبدي أقيم dento facial appearance مالت من؟ مالت المريض. يعني بمعنى راح أقيم هاي الصورة وهاي الصورة. أي مراجع يجيني راح أبدي أني أباوع على الوجه، أبدي أباوع على البروفايل، أبدي أباوع على علاقة السوفتش مع الأسنان. مثلاً شنو الأمور اللي أقدر ألاحظها وأقدر أسجلها أني؟ proportionate أو disproportionate، هل مقاسات الوجه متعادلة؟ هسه أنتوا احفظوها proportionate and disproportionate في محاضرة الكلينيكال examination إن شاء الله راح نأخذها بالأيام القادمة. راح اوضح لكم شنو البروبورشنيت والديسبروبورشنيت، شلون احنا راح نقسم الوجه الى ثلاث اثلاث، شلون راح نقسم الوجه طولانيا الى خمسه اقسام. فالشغله كلش لطيفه وتوضح لنا هل مقاسات الوجه متساويه، هل مقاسات الوجه طبيعيه او غير طبيعيه. بعد نقطه مهمه، تلاحظ بعض الاشخاص يكون عندهم احد الجانبين من وجه الليفت او الرايت يختلف تماما للجزء الثاني، هذا يسمى الاسيمتريك فيس. فهم لازم اقيم السيمتري والاسيمتري اوف ذا فيس. للتوضيح ماكو جزء بالوجه، يعني جزءك انت الليفت او الرايت ما يشبه الجزء الثاني تماما، مطابقه ماكو، لازم اكو فروقات قليله. هاي الفروقات القليله مقبوله وتسمى سيمتريك، اما اذا لا فروقات كبيره اكو فد غده هنا، اكو فد انتفاخ، الماندبل لايف الى احد الجهات، هذا يصير له اسيمتري. فصار عندنا السيمتري والاسيمتري، بروبورشنيت اند سوبربورشنيت. البروفايل مهم، اذا تلاحظ هنا بروفايل فيو يعني تباوع للمريض من الجانب تشوف رسمه الوجه مالته، هل هي كونفكس، هل هي ستريت، وهل هي كونكيف. وايضا بمحاضره الكلينيكال اكزامينيشن نعلمك شلون هاي تقيسها. حاليا انت لازم تحفظ اللب، لازم اقيس الابر واللور لب، هل هي بروتروسيف، هل هي نورمال او هل هي ريتروسيف. وايضا بعد مهم على مود اربط الصوره مالتي هي قد الانسايزر ديسبلاي، على مود هاي الصوره ايش قد مقدار من الانسايزر، انسايزر ديسبلاي ايش قد مقدار من الانسايزر طالع اترست، هل اكسسيف يعني هو بالريست بوزيشن اسنانه طالعات للامام او لا هو يحكي واسنانه اصلا ما مبينه، هذا يسموه انديكويت، ماكو اسنان تبين، شو بس شفت الفوق وشفت الجو تتحرك اثناء الكلام لكن ماكو اسنان تبين. هذا طبعا يعتبر مظهر مو يعني مو طبيعي او انه تكون نورمال. فطلابنا الاعزاء ركزوا وياي شوي، الموضوع مهم. كملنا احنا حاليا المربع والامور اللي بيه اللي هي تدل على الدنتو فيشيال ابييرنس. ندخل الدور بالشغلات اللي احنا متعلمين عليها اللي علاقه الاسنان والارش مع بعضها البعض، تيث اند ارش فور، ذني امور احنا ماخذين متعلمين عليها.
مثلا الالاينمنت، طبعا انت لما تباوع على الاسنان كلهن شنو اكثر شغله تجذبك؟ هل الاسنان مرتبه يعني الاينمنت صايره بالاسنان الاينمنت يعني مرتبه، او هل اكو كراودينج اكو تراكب بالاسنان، او هل اكو انه سبيسينج بالاسنان؟ هذا خلص الموضوع. فالتيث ارج فور، هل الاسنان تكون الاينمنت مرتبه؟ هل هي سيمتري او اسيمتري؟ طبعا سيمتري او اسيمتري يعني انت صحيح اسنانك مرتبه لكن عندك مثلا ميسنج لاترال من هاي الجهه وشيفتنج بالميد لاين، لما اخذ المنتصف مالتها ما راح يكون عندي الجهتين متعادلات. ايضا لما يكون عندك تراكب كراودنج وذكرناها قبل، هل التراكب راح يكون متجانس ما بين الجهتين سيمتري او اسيمتري؟ ويختلف هذا بالعلاج مالتي. السيمتري الى فد ملاحظات لما تكون عندك تراكب من الجهتين الى فد طريقه عمل تختلف قليلا لو يكون عندك التراكب بجهه واحده. السبيسنج الفراغات ما بين الاسنان ايضا هي هل هي سيمتري او اسيمتري. خلصنا من الدائره الصفراء، الدور ندخل بالامور ملاتنا اللي هي الترانسفيرس والساجيتال والفيرتيكال اللي احنا خضناها مسبقا. الترانسفيرس هل الارش وايد او هل نارو؟ يعني هل علاقه الماكزيلا بالماندبل احدهما هو اكبر من الاخر؟ لو لا متقاربات نورمال. هل المشكله اللي راح تصير عندي مثلا صار عندي بالترانسفيرس كروس بايت، هل مشكلة الكروس بايت هي سكيليتال او هل هي المشكلة تكون دنتال؟ الساجيتال وهو الانتيريو بوستيريا، هل عندي كلاس 2؟ هل عندي كلاس 3؟ وهل هذا الشيء هو سكيليتال او دنتال؟ والفيرتيكال هل عندي ديب بايت؟ هل عندي اوبن بايت؟ وهل هي المشكلة دنتال او سكيليتال؟ اكيد عينكم وقعت على ذني الثلاث كلمات الرول والبيتش والياء، ذني شغلات جديده راح تنضاف المن الى التصنيف مالتنا. يعني على الرغم من وجود الترانسفيرس والفيرتيكال والانتيريو بوستيريور اكو ياء اكو بيتش واكو رول، ذني ايضا جديده تنضاف. شنو ذني؟ وين موجودات؟ مين سامعيه؟ شو ما سامعيه قبل؟ ذني موجودات عادة بالطائرات، يعني جماعة الطيارين يعرفون ذني بثلاث كلمات. شنو ذني؟ بمختصر انه الماكزيلا والماندبل، الماكزيلا والماندبل هو مو ورقة، هو بي سمك. ومن الممكن انه الماكزيلا والماندبل اثناء حركته ما راح يتحرك قطعة واحدة، راح يميل لأحد الجهات. بالبداية خلي أعرفكم على الياء والرول والبيتش. لو نجي نفرض عندنا طائرة، هاي الطائرة اللي عندنا، هاي الطائرة بهذا الاتجاه. الرول، عملية الرولينج، عملية البرم، هي انه جناح الطائره يميل، ركز جناح الطائره ما قاعد احكي عن الماكزيلا، يميل الى احد الجهات. بمعنى انه الطائره راح تتحرك حول محور الساجيتال اللي هو محور الانتيريو بوستيريور، راح تتحرك على هذا المحور. فتميل احد الجهات الى الاسفل والجهه الاخرى تميل الى الاعلى. هذا يسمونه رول. البيتش يعني الحافه، يعني الانحدار. هاي الطائره اما تنزل بهذا الاتجاه او تصعد بهذا الاتجاه. اذا يا محور قاعد تتحرك عليه الطائره حاليا، تتحرك حول محور الترانسفيرس. شوف اما نزول او صعود يسمونه البيتش. الياء او بالعربي تلفظ ياو، هي حركة الطائرة حول محور عمودي، هذا المحور العمودي الوحيد الثابت، البقية حول محور افقي. الطائرة تتميل اما بهذا الاتجاه او تميل بهذا الاتجاه، هذا يسمونه ياء. شنو علاقته بينا هذا؟ هذا الماكزيلا، الماكزيلا كمثال ممكن يصير بالماندبل وممكن يصير بالماكزيلا. هذا الماكزيلا
شنو اتجاه النمو مالت الماكسيلا؟ هو داونورد فورورد. من الممكن انه الماكسيلا هو نازل الى الاسفل، ما راح ينزل قطعه واحده، يعني ما راح ينزل كله متساوي، راح ينزل ويفتر باحد الاتجاهات، يفتر حول محور الساجيتال. فصار عندي جروث زائدا رول، او هذا الماكسيلا اثناء النمو مالته راح ينزل المقدم مالته اكثر من الجزء الخلفي من عنده، فراح يصير عندي جم سمايل كلش قويه. هاي ايش يسحولها؟ يسحولها البيتش. تلاحظ المراجعين اللي عندهم بيتش زايد، تلاحظ انه عنده جم سمايل بدرجه كلش عاليه. او ممكن الجزء الخلفي من الماكسيلا ينزل اكثر من الجزء الامامي ويسبب لنا انتيرير اوبن بايت. ايضا ممكن بالياء انه الماكسيلا اثناء نزوله راح يميل الى احد الجهات، فيصير عندي شيفتنج بالميدلاين. المريض يشوفه طبيعي لكن الميدلاين مالته جانبي. خوش ذني الثلاث محاور ليش مخليين بهاي الاماكن؟ يعني ليش مخليين الياء قريب على الترانسفيرز والساجيتال وبعيد عن الفيرتيكال؟ ليش مخليين البيتش قريب على الساجيتال والفيرتيكال وبعيد عن الترانسفيرز؟ بمختصر مفيد انه هنا يوضح لك انه الياء فرضا لو يتغير، الياء اللي هو حركه الماكسيلا او الماندبل بهاي الكيفيه، من المحور الثابت عندك الفيرتيكال، بمعنى اذا صار عندي ياء ما راح يصير عندي اي خلل بالفيرتيكال، الفيرتيكال ثابت. لكن بعد بالحركة الجانبية ممكن هاي الحركة الجانبية تسبب لي كلاس 2، ممكن تسبب لي كلاس 3، وممكن تسبب لي كروس باي. إذا الياء أثناء حصوله ممكن يسبب لي ذي المشكلتين. أما الرول يفتر حول محور الساجيتال، يعني معناه هو بعيد عن الساجيتال، يعني إذا شفت المريض عند احدى الجهات حلقه مو عدل مائل الى احدى الجهات، اتوقع ممكن يصير عنده ديب بايت، ممكن يصير عنده اوبن بايت، وايضا ممكن يصير عنده كروس بايت، لكن ما ممكن يصير عنده كلاس 2 او كلاس 3 لانه ما يتاثر فيه بالرول الساجيتال، ما راح يتاثر. نجي للبيتش، من اللي ثابت الترانسفيرس، يعني البيتش اذا صار ممكن يسبب لي اوبن بايت او ديب بايت، وممكن يسبب لي كلاس 2 او كلاس 3. وهذا ملخص الكلاسيفيكيشن، وهذا اهم ما بالكلاسيفيكيشن. حاولوا رجاء تحفظوا، عيدوا اكثر من مره، راح تشوفوا جدا سهل ويغير نظرتكم للتشخيص المال اوكلوجن ان شاء الله. نكمل الموضوع مالتنا، هاي الصور احنا خضناها، هذا يوضح لك الياء والرول والبيتش بصورة. British Standard Institute of Classification يكون عندنا كلاس 1 يعني ماخذين قبل، يكون عندنا كلاس 2 بي ديفيجن 1 اند ديفيجن 2 راجعوهن طلاب، ويكون عندنا الكلاس 3. هسه المربع عبارة عن ذن الخمس نقاط. لو تسألني سؤال شلون اكتب البروبلم ليست، بروبلمز ليست بالكيس شيت مالتي، البروبلم ليست طلاب تنكتب بذن الخمس نقاط، يعني المشاكل، لازم مشاكل المريض، المشاكل اللي عند المريض، نادرا ما يجيك مريض عنده بس مشكلة واحدة، لازم عنده مجموعة مشاكل، فتقسمها على ذن الخمس نقاط. ان بالضبط ان نفس الجدول، النقطة الأولى راح تبدي تسوي ايفالويشن للسوفت تشو، يعني الدنتو فيشل ابييرنس، وتخلي المشكلة برقم واحد. مثلا المريض عنده كونفكس سيفير كونفكس فيشل بروفايل، فاكتب بالمال اوكلوجن او اكتب بالبروبلم ليست اولا
لازم شنو اكتب؟ اكتب الشغله اللي هي تمثل لي دنتو فيشل ابييرنس. اكتب اولا سيفير كونفكس فيشل بروفايل. بعدي بالنقطه الثانيه evaluation of alignment crowding and spacing. اذا كان المريض عنده crowding فالcrowding راح يكون النقطه الثانيه. ثانيا crowding. بعدي transverse. اذا كان المريض عنده cross bite فلازم تسجل بعد الكراودنج او السبيسنج وبعد الفيشل ابييرنس والانتيريور بوستيريور اللي هي الكلاس 1 و 2 و 3 واخر شيء الفيرتيكال اوبن بايت اند ديب بايت. موضوع ايضا معاد عندنا هو الاندرويز 6 كي اوف نورمال اوكلوجن. مهم تعرفوه على مود تعرفون انتم الحاله مالتكم كملتوها لو ما كملتوها. تفكير لموضوع الاندرويز 6 كي اوف نورمال اوكلوجن، العالم اندرو جاب 120 انسان طبيعي ما عندهم مشكله، خلاهم يطبون، خلاهم يسوون اوكلوجن وشاف الاطباق مالتهم، لقى انه الاطباق مالتهم دول النورمال عندهم كوركت مولر ريليشن شيب، عندهم كوركت كراون انجوليشن، كوركت كراون انكلينيشن، نو روتيشن، نو سبيسز اند فلات اوكلوزال بلين. ذني ما راح اشرحهن هنا، راجعوهن بالمحاضره شارحهن اني بالتفصيل. نجي هسه خلينا نطبق الجدول مالتنا على هاي الحاله. بالبدايه انا اباوع الفيشل بروفايل، هل هو سيمتري او اسيمتري؟ بعدي عفوا اباوع الفيس وهذا البروفايل، هاي الصوره تمثل البروفايل. البروفايل هو كونفكس نورمال تقريبا. هنا سيمتريك او اسيمتريك اباوعه الدور اباوع علاقه الاسنان مع الابر واللور دن، والدور ابدي ادخل واباوع الاسنان عندها كراودنج عندها كروس بايت، وبعدي اخر شيء اخذ السيفالومتريك. خليت لكم اكثر من كيس على مود تتدربون عليها باستخدام هذا النظام من يعني هذا النوع من الكلاسيفيكيشن اوف مال اوكلوجن. كيسات لطيفه مجرد انه تتعلمون شلون تسوون دايجنوسز لهاي الكيسات. خلصت المحاضره طلاب، ان شاء الله نشوفكم بمحاضره قادمه.